حياكم الله في المعرض الأكبر في الشرق الأوسط، معرض شركة الأريمان في دولة الكويت، الأولى المتخصصة بأجهزة كشف الذهب والمعادن والمياه الجوفية. ومن داخل معرضنا راح نتعرف على تقنية علمية أثبتت النتائج الملموسة على أرض الواقع دون أن تتأثر بأنواع التضاريس والتربة. أجاكس ألفا أو ما يعرف بتوب 1، تقنية علمية خالصة متخصصة بالكشف عن الكنوز الذهبية والمعادن والأحجار الكريمة. راح نتعرف على قطع الجهاز من الداخل. يأتي الجهاز بحقيبة مضادة للصدمات. الوحدة الرئيسية للجهاز هاي جين أنتينا، هوائيات الاستقبال والإرسال، شاحن السيارة، شاحن البيت، بالإضافة إلى سماعة الرأس، دليل تشغيل اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الضمان المصنعي لغاية 3 سنوات. بالنسبة لهوائيات الاستشعار، قام الكثير من المنقبين بشراء الهوائيات بشكل مستقل وتركيبها على أجهزة لديهم بسبب جودة صناعة الهوائيات ودقتها بكشف الأهداف. بعد تركيب الجهاز راح نتعرف على البرامج الداخلية. يحتوي الجهاز على نظامي بحث، نظام البحث التلقائي المباشر بالإضافة إلى نظام البحث اليدوي. من خلال نظام البحث اليدوي نستطيع تحديد المعدن سواء كان ذهب، ذهب خام، فضة، نحاس، برونز، حديد، قصدير، رصاص، ألمنيوم، نيازك وألماس وزمرد وفراغات، لمسافة بحث أمامية تصل لغاية 2250 متر وعمق يصل لغاية 50 متر. تم تزويد الجهاز بتقنية الفلترة التلقائية لعزل المعادن المشعة غير المرغوبة بعملية البحث. احصل على هذه التقنية الاحترافية معنا نحن شركة الأريمان وبأفضل الأسعار مع خدمة الشحن والتوصيل لجميع دول العالم. تستطيعون التواصل معنا من خلال الأرقام الظاهرة أمامكم، إما بالاتصال المباشر أو من خلال الواتساب. حياكم الله.